ايه ده؟ اول سؤال اسراء. اسراء بتقول امتى اقول على ابني انه متاخر في الكلام؟ اتكلمنا قبل كده عن مراحل الكلام، صح. وقلنا ان احنا بنمشي بقاعده اسمها قاعده 1 2 3. فاكره؟ فاكره طبعا. قاعده 1 2 3 دي هي القاعده اللي اي ام واي اب بياخد باله منها مع ابنه عند سنه وعند سنتين وعند سن 3 سنين. عند سن سنه الولد مفروض بيقول كلمه او كلمتين لواحد اهيت، وبيفهم امر من شق واحد، يعني خد هات ودي تعالى، امر من شق واحد. ويعمل ايه كمان؟ ويقول جمله من كلمه واحده. خلاص، يعني يتكلم كلمه او كلمتين، يقول كلمه او كلمتين ويقول جمله، الجمله بتاعته تبقى من كلمه واحده، ويفهم امر من معنى واحد. اوكي، دي اول مرحله. دي سنه. طيب ندخل بقى على سن سنتين. سنتين بيقول جملة من كلمتين، يعني أنا أحمد، أنا محمد، أنا اسمه مثلا. ويفهم أمر من معنيين، خد القلم وديه لبابا، خلاص، أو تعالى أأكلك، خلاص. وإيه كمان؟ ويقول جملة من كلمتين زي ما قلنا. والعدد الكلمات بتاعته اللي ممكن يقولها في الوقت ده قد إيه؟ من 10 ل 15 كلمة عن سن سنتين. عن سن 3 سنين هيبدأ يقول جملة من 3 كلمات، ويفهم أمر من 3 مقاطع. يعني أقول له خد القلم ده وديه لبابا وتعالى، دول 3 حاجات أهو. وهيقول جملة من 3 كلمات. أنا اسمي أحمد. خلاص، عدد الكلمات بتاعته عند سن 3 سنين غير محدودة. يعني عدد كتير من ما نقدرش نحددها. اوكي، لو ابنك او بنتك الـ 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 القاعده دي فيها تاخر، يعني عند سن سنه ما عملش كده، عند سنتين ما عملش كده، عند 3 يبقى ده عنده مشكله في تاخر. يبقى احنا كده عندنا تاخر في الكلام. أوكي. نبدا يعني بقى على اسبابه ونعالجه. لازم الام والاب يكونوا ملاحظين جدا المراحل اللي حضرتك قلتها. تمام. طيب نشوف اروى كمان بتقول